والإمام الذي يصلي بك الظهر أو العصر أو المغرب هو وسيلتك في هذه الصلاة، والإمام الذي يقودك في الجيش هو وسيلتك في الجهاد، والإمام الذي يحكم بين الناس هو وسيلتنا إلى إقامة العدل. فهنا الوسيلة بالمعنى العام وليست الوسيلة بمعنى التوسل الخاص الذي فيه الكلام. فمن هنا العباس عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل أي نستسقي، والآن نبيك محمد قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وقام بهذه الوظيفة يقوم بهذه الوظيفة غيره. وهذا الذي يقوم بهذه الوظيفة ما قام بها لشخصه ولا قام بها لذاته، وإنما قام بها لقربه من رسول الله. يعني أيضا لا يزال المقام النبوي متدخل في الموضوع، لا يقول له كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، والآن إيه نتوسل بالعباس ابن عبد المطلب من حيث هو العباس، لا لا نتوسل بعم نبيك صلى الله. إذن هنا الصبغة النبوية المحمدية متداركة في الموضوع وحاضرة في المسألة في قضية التوسل وحتى في الاستسقاء. هذا لأشخاص، ولكن إذا كانت آثار جماد، رغم أني أعلم علم اليقين أن الجماد تحرك في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على ذلك أحد، جبل أحد، نعم، لما اهتز يعني في وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم وشعر به واستشعر حبه فاهتز. وكذلك الشجرة، جذع الشجرة اللي كان في المسجد، في المسجد أن وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت من قبل حضرتك في أحد الحلقات على أن الطعام والحصى تكلم في سبح. طيب. وسبحت الحصباء وسبحت الحصباء في بطن كفه صلى الله عليه وسلم. الزنجي يقول وسبحت الحصباء في بطن كفه. طيب. نعم. الآثار هل يجوز أن نتوسل بها؟ معلوم أن التوسل بالآثار، لا لأنها آثار من حيث هي آثار. أنا ما الذي أحب في الديار أو الذي أحب في الآثار أو الذي أحب في المشاهد أو الذي أحب في الأماكن؟ قد أستشهد ببيت لكن أظنك تنتقدني فيه وتقول لي أنت تستشهد بقول المجنون، مجنون ليلة وهو ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلة يقول أمر على الديار ديار ليلة ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا كلام المجنون. نعم، هو المجنون على ليلى. نعم. وأنت مجنون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم. نعم. ولا مانع. نعم. نعم. وكلام والإنسان نعم. يأخذ الحكمة حيث كانت. نعم. خذ الحكمة من أفواه المجانين. نعم. فهذا مجنون نطق بحكمة. نعم. وقال إني أنا أمر بالديار وهذه الديار ديار ليلى أقبل هذا الجدار وهذا الجدار، لا محبة في الديار من حيث هي ديار ولكن محبة في من سكن تلك الديار. نعم. والذي سكنها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول خليلي هذا ربع عزة فعقل قلوصيكما ثم منزل حيث حلتي، ولا تيأس أن يغفر الله لا ذنبكم أو كذا أو كما قال إذا أنتما صليتما حيث صلتي. فأنا لماذا أنظر إلى الآثار ولماذا أنظر إلى الديار؟ جدار لا قيمة لها، لكن أنا أنظر إلى من ارتبط بتلك الديار وبتلك الآثار، وملاحظة الارتباط بين الديار والآثار وبين من حلها وبين من سكنها من الأمور الإسلامية المعتبرة.